الأخوات الأخواتات، السلام عليكم وعليكم، وأهلا وسهلا بجميع متابعات ومتابعي قناة موروكان كريم تي في الجريمة المغربية. نصب الاحتيال بطريقة السماوي هو عنوان هذا الفيديو، والمناسبة هي تفكيك عصابة مختصة في مدينة ابن ملال. وماشي هي العصابة الأولى ولا الأخرانية، هاد الطريقة ديال النصب كثرات وبزاف، وهذا الشيء علاش درنا هذا الفيديو من باب التوعية والتحسيس، ونتمنى تكونوا كثيرين في التفاعل ديالكم معاه والبارتاج ديالو حتى تعم الفائدة وما تدارش بينا بيا وبيك وبواحد آخر وبمسائل. فكل ما انتشر هذا الفيديو إلا وغادي نحاولوا قدر المستطاع باش نتحاشوا باش ينصبوا علينا هاد النصابة المحترفين، وانا كنسميهم شفارة لصوص المحترفين. نبدأ اولا بالاخبار، وعدنا هذا لكم على هاد الظاهرة. والخبر وان لابيجي ديال ولاية امن بني ملال اعتقلت بداية هاد الاسبوع جوج الاشخاص محترفين في النصب على الناس بهاد الطريقة ديال السماوي، او ماشي غير بوحدهم، مازال البحث جاري على شركاء وحدين اخرين ديالهم واللي مكونين عصابة من بعضياتهم دايرين في الناس الشيء الكثير. هاد الشخصين تشدوا من طرف العناصر ديال لابيجي في شارع محمد الخامس بني ملال، وبالضبط حدا السوق برا. العناصر ديال لابيجي كانت مترصدة لهم بعد ما توصلت بشكايات متعددة ديال ضحايا من الجنسين رجال وعيالات تعرضوا للنصب والاحتيال بطريقة السماوي في الآونة الأخيرة. والبارح 3/7/2023 تحلوات جوج على النيابة العامة محكمة ابتدائية في بني ملال، تبراهم في الحبس، والله ينجيكم من طريق الحبس. الاعتقال ديالهم جاء بعد رصد وبحث دقيق دارتو العناصر ديال لابيجي، وهي اللي حقت معهم سمعت ليهم باش تعرف شحال عدد الضحايا ديالهم اللي نصبوا عليهم وداو ليهم رزقهم فلوسهم تليفوناتهم الذهب الحلي داوها ليهم ديك الطريقة ديال السماوي. شي وحدين من اللي نصبوا عليهم وسبق ليهم تقدموا بشكايات للمصالح الأمنية تعرفوا طبعا على هاد الجوج اللي غادي تبدا المحاكمة ديالهم بتهم مختلفة بينها النصب، في انتظار ما يتشدوا باقي الشركاء ديالهم في مختلف العمليات اللي تورطوا فيها وراح الضحية ديالها مجموعة من الأشخاص. هالطريقة ديال النصب السماوي طريقة غريبة شوية، كينفذوها أشخاص مختصين، يقدر يضربوا ضربة هنا ويمشيوا لمدينة واحدة أخرى يديروا عملية واحدة أخرى، ويقدر يبدلوا غير أحياء في نفس المدينة راهم خدامين مزيان كيسرقوا في عباد الله ويديروا مرزقهم، وهانتم كتسمعوا كل مرة اخبار من مدينة. غادي تسولوني من باب الفضول وتقولوا من حقكم ايوا كي داير عاوتاني هاد الطريقة ديال النصب السماوي، حنا كنعرفوا غير السماوي الله يداوي. انا جايكم نشرح لكم على قدر المعرفة ديالي، وما كنقولش بانني راه كنعرف كلشي، واللي كيعرف شي حاجة يزيدها في التعليقات اسفل الفيديو باش تعم الفائدة. هادشي كله من باب التوعية وباش ما نطيحوش في الشي اللي طاحوا فيه ناس وحدين اخرين اللي طاحوا ضحايا ديال العصابة السماوي، ماشي غير في بني ملال، ها في فاس، ها في الرباط، ها في كازا، ها في قرى بعيدة، بزاف ديال المدن والاقاليم اللي داروا فيها عمليات وديروا داروا يعني كما قلت النصب السماوي في المغرب. ديروا باش تزيدوا تعرفوا بزاف، ديروا غير هاد العبارة ديال النصب السماوي في المغرب، ديروها في محرك البحث ديال جوجل، غادي تلقاو خبر كتير على العصابات اللي تشدات والطريقة اللي باش كينصبوا على الناس. النصب السماوي الخواتات والخوت كما هو معروف في الوسط الشعبي هي طريقة غريبة وذكية كما قلت باش كيديو لهاد الناس فلوس ورزق الضحايا، طبعا بعد ما كيلعبوا ليهم بالتفكير والتركيز ديالهم بحال اللي كينعسوهم وينوموهم بطريقة وحدهم اللي عارفينها، حتى شي حد ما يعرف ديك الطريقه. ربما يقدر يكونوا يستعملوا السحر، يقدر يكون الشعوذه، يقدر يكون غبل الكلام. عاده الضحيه ما كيكون ماشي في شي درب
أو شارع، وفي الغالب يكون ديك 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 الشخص مستهدف بوحده وماشي في شي درب أو في شي زنقة أو في شي شارع خاوي من الناس، يعني الحركة فيه قليلة أو ما كايناش. تما كيوقفوه هاد بحال هاد النصاب، كيوقفوه كيكونوا إما واحد جوج وربما أكثر، وكيوقفوه وكيكونوا مخطين ودارسين شكون هو الضحية، شكون في الأول كيسولو بحال إلا معرفش يعني شي بلاصة باغي يوريها ليه، يسولوا على شي بلاصة مثلا معينة، فين دار القرآن، فين جات الإدارة الفلانية، فين كيوقف الطوبيس، منين باش نمشي للرباط للاكار، منين باش نهبط للحي الفلاني. إذا كان غير واحد كيعتمد على القدرات ديالو في السيطرة عليك، يعني على الضحية، كيجذب الانتباه ديالك والتركيز، وكيلعب لك على الحركة ديال العينين، كيركز لك على عينيك وهو كيهضر معاك. هادي إذا كان غير بوحدو، ولا كانوا جوج أو كتر كيتحماو عليك، شي كيسول وشي كيشوف فيك وشي مركز لك على عينك وشي كي المهم كيرفعوك وصافي، بشكل ما كتبقاش فيه عارف شنو كدير، حتى كيسيطروا عليك بشكل نهائي، بحال كتفقد الاراده ديالك، ما كتبقاش عاقل على شنو غدير. ولا هاد اللصوص المحترفين كما كنسميهم كيسيطروا على الوعي والتفكير ديال بنادم ديال الضحيه، كيخضعوه لشبه تنويم، بحال شي تنويم مغناطيسي، يقدر يكون غير بالهضره او باستعمال وسائل واحدة أخرى متنوعة ومتعددة، ربما كيقراو عليك شي عجب أو شي، أو كيديرو شي سحور وشعوذة، أو كيعتمدو غير وسائل مختلفة للخداع. المهم كيسيطرو عليك ويديرو فيك ما بغاو، ويسلبوك الشي اللي عندك من المال أو أي حاجة كانت عندك غادي تعطيها ليهم بخاطرك، بلا ما يبزو عليك ولا يجبدو عليك موس ولا عصا، كتعطيهم اللي عندك وانت ضاحك وما عارف حتى حاجة، بحال اللي راك مرفوع. نصابة السماوية الخوت والخواتات كيختاروا الضحايا ديالهم، ماشي اي واحد كينصبوا عليه، ما كيختاروا الضحية اللي غينصبوا عليه، حتى كيدرسوه كيشوفوه ويشوفوا الهيئة ديالو ويشوفوا الطريقة المشي ديالو والتفاعل ديالهم، يعني كيختاروا حتى البلاصة ايضا وكيفاش غادي ينصبوا عليه، الطريقة اللي يعتمدوها. وعادة ما كيختاروا شي واحد ماشي غير بوحدو ما معاه الزايد، كيستدرجوه بسؤال واحد ويكثروا عليه في الاسئلة ويدخلوا معاه في تفاصيل دقيقة كتشتت التركيز ديالو. طبعا بنادم ما كيفيق حتى كيكونوا ضربوا الضربة وبعدوا على البلاصة فين وقفوه، فين وقفوه ونوموه بطريقة غريبة ودقيقة كما قلت، حينها عاد كيفيق بحال الا كان ناعس، كيضرب يديه في جيبو ما كيلقى والو، كلشي داوه حيت هو عطاهم داكشي اللي كان عنده محط الإرادة ديالو ودون إكراه، بعد ما سيطروا عليه. يا وحدي وريسكم الخوت والخواتات باش ما يوقعش ليكم الشيء اللي وقع لكثير من الناس من ضحايا النصب السماوي، هاد الطريقه اللي كيحترفوها لصوص محترفين، الله يجزيكم منهم، وشكرا جزيلا على حسن استماعكم، والى فرصه لاحقه دمتم اوفياء للقناه ودامت افراحكم.